واش 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 الاخوه الاخوات، بعد الرياكشن ريفيو خفيه وظريف على ايمن دالي حقي، اجي نشوف واش تم معايا يا اخويا. التراك سميتو لويس 14. بالنسبه للناس اللي متي هادي فهمتيني كانت تكتب الرقم باللاتينيه، الاكس هي العشرة، وهاد فهمتيني الاي هو الواحد، والفي هي الخمسة. شو دابا هنايا غادي تقراها تقول واه واش دابا هاديك 16 يعني؟ لا، الا جا واحد قبل الفي قبل الخمسة يعني ناقص واحد. شوف الماط كيفاش كان الانسان اللاتيني فوق، كيفاش العيش كيفاش تقدمنا. الا قبل الخمسة كتعني ناقص، ولا مور الخمسة كتعني زائد، يعني كون كان مور الخمسة غتكون 16، كون كان غير في بوحدة تكون 15، بما انه واحد قبل الخمسة 14. كون عندنا جوج قبل الخمسة جوج الايات شنو تولي؟ هو فهمني 13. ترتدي بالكتباش ترتدي دي بالكتباش تا في الجيب جمال بوز باقي مريح في العتبة جهنم كنتسناك غدوز. مرحبا مرحب بيك في العالم غتشوف اعلامي عامر بالالوان ديال كلمة الراب باقي كنتحاور مع السنس. كلمة الراب سيدنا موسى كلم الله، يعني أيمن الدالي حقي هو الإنسان اللي تكلم مع الراب فاصفص، يعني ولا زعما بواحد الطريقة مباشرة الأقرب، يعني ماشي من خلال وسيط. وذوقه فهمه طرتي في التراب طاحو بالضحك قدامي الكاس. شفت الهيت شفت الفان شفت اللوف شفت الوور كان بالك سليف وقيل حيت في اللسان وورد كان بالك سليف واقيلا حيت في اللسان وورد ان وورد كمان معين كي بالك زعما عبد حيت لسانه عزي. هذيك الله ايمن رزق علي حق خد ميتافور كلمتها كاربال خد ميتافور كلمتها كاربال. الميتا كاربال ماشي هما هاد هاد العضومات والبوسه ديال الكروشي ياك، شي لعيبة مهمة شنطن هما هادو دول العظام ديال الكروشي. بين ميتا وميتا كاينة ميتامورفوز ميتا كاربال ميتامورفوز ايمن داير حق اخويا، واش غير اخويا قلبتي على الكلمات اللي فيهم ميتا وجبتيهم لينا اخويا في التراك ولا شنو تيقول فيها؟ ميتافور كلمتها كاربال بين ميتا وميتا كاينة بين ميتا وميتا بين كاينة. اوكي ميتا وميتا ميتامورفوز كما قلنا، ميتامورفوز هو التحول، يعني ما بين الميتا تمشي اللاعب كيبدل حوايجه في نفس الوقت، يقدر يبدل حتى السيل ديال اللعبه ديالو والمود ديالو. يعني مثلا الكوتش يقول انت جمع راسك، انت بلا ما تجمع راسك غتدخل بواحد الانرجي مختلفه. ممكن ميتامورفوز فرق بين لاتا ولاتا بخا بي بارانورمال فرق بين لاتا ولا تعب غابين بارانورمال، هادشي بارانورمال في نفس الوقت لحيدنا البي من البارانورمال، شنو يبقى لنا؟ واحد نورمال عافاك وفهمني ارا نورمال. مستر اتر والميتال جمعهم لا دروغ عيش النضال وفوق الباترون وير قاعد مستر من اتر والميتال جمعهم لا دروغ عيش بغيت نحك بغيت نحك عيني باش هادي هو البارح حين ملي درت الرياكشن على القناوي، شي واحد قالك اه القناوي تيغني اونتي مونتي، قلت لكم راه ما تيبان ليش انا هكاك تما، راه ماشي اي سطر تخصك تاولو باللي راه بجيت القصر. اذا انا مثلا هاد السطر هذا ساهل تاولو هكاك، ولكن في الغالب ما قصدتش هكاك يعني. بعدها طلعت بالله سيدنا لويس الرابع عشر ضرب الحطام سواقي واقي ورق لك خلخياك قد المياق، انا عاوتاني الباندانا وانا اخويا راه ريبريزنتين ذا سيتي اخويا ايش وفهمني. النضال وفوق الباترون مدينة عمرة بريمة تحكي بوجات بلاك هورس الفا وبيتا جمعهم في دماغي بارتو تسنيت الميضة من ليك والعقولي مطرود تسنيت الميضة من ليك والعقولي مطرود. اه زوينة في بجيجهم فيهم المضمضة ما دايما ترد عم كلم مقصود على القيم سيكتي وغنصوغ لومبوت هياش في الراب الوليدات غنخدم لك كلاكسون في بانير تراكسون بروجي فينا الفاصو وخير شريك صون غيب كان خاف الكالسون That's a fact right there خوتي، قال لك
خطرش لمو عطير لمو في الطير الى فيك ريحة لمو عطير الطير، يعني ليس لك حل. وفاهم عليك لايق طلع حماكس على صوته في بلادي كيسميوها الديفا. الساعة لم تقدر معايا. اه شكون هادي سارة؟ نفس مع راسي كي طوكيو صوني والسيجا حكي خسري الدكار ركبتو لي على ليفاك لي باك ولي بات والدماغ عمر التيكا ديكاج ترومات ديالك 7 9 1 نقول نعم ولي بات والدماغ عمر التيكا ديكاج ترومات ديالك 7 تروما ديالك اللي عقدك هو 7 9 1. نادي هاد اللعيبة هادي، انا تعرف تلقى واحد الطريقة باش تكتب سميتك بالرقومة حقي، يعني غتعطيك واحد المتنفس باش دير بزاف د الوورد بلايت، غتقصر بدوك الرقومة لعيبة. بعد 9 1 نقولها باش تكون في بالك جامي تكون بحالي حيت بزاف كيبانو بحال تسمية بحلو في حالك تا غتكون في بلاصة الواحد فهمت قولي نمبر وان يا البعث وسيلة جا قودوني ليك السونسورس قدم في الراب الخبار كيوصلني قبل من السوتنونس مقدم في الراب الخبر كيوصلني قبل من السوتنونس. يا قهوية ليسونس لويس قهوية في 6 جوان غتشوفني انجي سو ترونس دبوي لونفونس كيدراجني قبل من سنسة السوتنونس مات لويس في 6 مات لويس في السيجو، وكان هذا لويس هو دخلت لويس اخر هذا شيفروليت الحديدة، هذا عنده شي علاقة بيها ديك من المؤسس ولا شي لعيبة ولا خو المؤسس ولا ولد اختو. هتشوفني انجل، هذا كريس انجل خونا لاس فيغاس السحر والبحر اخويا. في جوان غتشوفني انجي سو ترونس دبوي لونفونس كي دراجع يعيش لا سوفرون من الطفولة كي الدراجي عايش لا سوفرونس كومون. اوكي شنو يقصد بها؟ اوكي سو دابا من ناحية راه المعاناة الدراجي ماله مع فرنسا مسكين، يكون مدوزين عليه. انا بدات نعرفه بلي هو مودياه والبلي الجزائري، وبلي مودياه ناضي واحد منا فهمتيني مع الشوالي والكبار. كيفاش اخويا تحت فرنسا يعني مدوزين عليه؟ ولا زعما كونه جزائري حطيتيه في ديك الخانة؟ ولا حيت يعني الخريطة كيفاش رسمينها الأوروبيين حطوا راسهم في الوسط ما السونتر د العالم وداروا إفريقيا تحت منهم، فاحنا رحنا تكنيكلي سو فرونس. اه تقدر تلعب بيها وتهرب بيها في عدة معاني ومباني. ديسات كنز ماشي فوت قضاء ديال الدسر لويس اكس اي في حقبة بداية الدسر كيساي ديتك واحد قدر نطيح مع النساء لو كنتي كتصدق مزيان خدم في الباب ديال الجام كنحطو بين السنان باش اي ريمة سالت وصل لساني الفوق السنار بحال شي سنايك ما باغيش سناكس باغي نطلق قسم من جلساني ما بغيش سناكس اللعب بديك الالتريشن اليتيغاسيون راه هضرنا عليها في الريفيوات نتاع واش فلان تعرف يكتب عنده تما يا بحال سنايكس بغيت سناكس نطلق السم من اللسان تكس الراس. دوك الحمد ما غراس كتسمعني ليسونسيال في بلادي تشد ليسونس يا في الطب يا في القانون يا في الفينونس رسا رسعتي كنت كتسنى غير تسالي باش ندخل عندك بالنقد البناء كيف كان ندخل عند كاع الناس راني بناء يعني يتنبني على هاد القضية ند الفلو ولا ملو وانت يا كذا تملو خيا وانت تفلوي وانت تميلونجي وانت تسويت يا جين سما ليسونسيال في بلادي تشد ليسونس يا فاكس في الطب يا في القانون يا في الفينونس مثلا. ارقام الريب كيهموني على ارقام النيرو اوكي اوروز بغا بيب كيزاد النوامر مور الزيرو رصا نعاوداني بيتها فينونس ارقام الريب ارقام الريب كيهموني على القاب النيرو. اوكي ارقام والقاب زوينة نيرو دي ما خوتي شي واحد يسقينا معرفة في الكومنتيرات. كيهموني على ارقام النيرو اوروز بغا بيب كيزاد النوامر مور الزيرو اورانج غابي بثلاثة النوامر مور الزيرو، يعني ثلاثة ماشي ثلاثة الزيرويات يعني بغاو يعطيو شي 3000 درهم. قالك لا ثلاثة الرقم مور الزيرو يعني شنو زيرو ولا زعما فاصيلة شي 10 دريال اخويا قالولك شي 4 زريعة قالولك اخويا كونترا مكتوبة فيها ربع الزريعة زيرو جمع امارات السود جايين امره في السود يا
اي مرات السود كوم يعني. واشهم السم وسط السير وما تنبيش مرات السل، عطيت عيني هيك دولفين وحيت وقيله زايد الزوم، كنشوف الزوام بعيني الثالثه وكنت في الحيط زايد السمنه، تفو استحبق الزوم دفاش فينا دفال من ها والزن، دفاش لغة الزنق على والو لغة السك فوق مقدة ديال الصوف لو هاد الزنقة نحرك في يتشا الزودياك ياك ما يا ربي نغرق وياكلني الحوت ونعيش في يا سلام وسط كرش لابالينا سيكينا كين بينا يونس نسيتها بعيد على بنادم حاشا الكلب حيز بالفيوز كيليوفي نبيع الماتش ونجيبك تكتب باد نيو كيليوفي نبيع الماتش خوتي كيفاش هاد البلان غير فرنسا كورة وراك ما عارف عندي كورة شاحتة كيفاش اليوفي بعت الماتش ونجيبك تكتب باد نيوز وهذا غندخل في الراب كي البي ام والشاط غي طابي دبليو الشاط غيطاب بي دبليو راكم عارفين دبليو كتكون مثلا دبليو ستريم يعني ستريم كان واعر فهمتيني هي جاية من الكلمة لونجلي ديال وين يو نو دبليو اوبينيون دبليو كدا دبليو تيك وانا غندخل الراب كي البي ام بي ام A bad motherfucker يعني هاد الحاجة الأولى اللي جاتني للبال بي ام بيبي ماما ما يمكنش يا ده ويلي ميك سنس حقكم so bad motherfucker يعني شكون هيكون شي واحد آخر سميتو فيها البي ام ما bad boys يو مور تراك غيقولوا وتعطيك الدبليو فهمتيني بي ام دبليو فهمني زعما راه حديدا بي ساكتة هادي واش ألمانيا تشيزي وحش عينو في التريونجل لكن بلاد نغلط في الضغط دي انتي غتفرقع في 13 سبتمبر واو 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 عاد دابا قالنا لا دات ديال البروجي ديال فوقاش غيحطو ولا كيفاش كيفاش غي ايمن دايلي حقي حطات شي في فوقاش اخويا شي اي بي ادي البوم ميكس تيب كيف يا خويا اللهم يسر اخويا اللهم بارك سو بلان هو هذا اللي عندي على النقد البناء ديالي اللي هو تنديرو مع الجميع وهو انه اش فيها الفهمات من ديك 2012 2013 2014 راب مغربي عاش واحد التغير كبير وجوج لعيبات اللي مهمين اللي هو نفس التغيير اللي عاشو الراب في ميريكان في الثمانينات في ديك 83 ل 85 وما شابه واللي هو نقزنا من كتابة سامبل بنا تتصنت التراكات قدام كنت غتلقى القافيات كانوا سامبل تقبلت بكاتب قيد لك فهمتيني كدا كدا بيلا هبيلا لابس برديلا جرتيلا معرتي لا وانتي لا فهمني هادشي سامبل يقول الناس يكتبوه الدراري في ابتدائي تسول البقال الخضار النجار كلشي يعطيك هاد السطورة هادو اذا وكان في الاول كان عادي حتى في امريكان كان نفس العيبة باد ماد ويا غادة والبلان التاني كان هو الفلوات بشحال هادي عاوتاني كان بدي ما يقدر يحط تراك كامل يعني 3 4 دقائق بفلو واحد وما كانش اللي كان تيقول بلي هادشي ممل ولا مال خونا عقيم عنده فلو واحد ولكن مر هذوك السنين اللي ذكرت راه بدا كيعيش واحد التغير فبعد مولا كيدير سويتشات في الفلوات ومن بعد ملي كنشوفو السويتشات في البيتس مؤخرا ولي كترو زعما هادي ولات كتولي حتى هادي غتأثر عاوتاني على الموسيقى في المستقبل انا ودابا ولا بدا متي يضربك بتراك فيه جوج البيتس ثلاثة د الفلوات ولا أربعة انت معاه في نفس الدومين غتحط تراك معاه في نفس النهار ولا السيمانة راح تتيه بفلو واحد بيتو واحد ما عندكش فرصة بعد ما يتصنت واحد جوج ثلاث مرات وصافي ما دي لا فهمتيني كان فلو واحد ولكن شي فلو اللي ما مولفش انتو كيسمعو ولا شي كليب هارب ولا شي بلان بحال هكا يا زعما تكون واحد الحالة استثنائية والاستثناء لا يقاس عليه وعليه مزيان يشوف القانون وعليه بلان انك عندك السويتش بعدت معايا والقلبة بخصوص ان عجبتني القلبة في الانيرجي يعني الفوات بدلات والانيرجي تبدلات كان بلان كان بلان عجبني هذا ما كان يتوب لي عليكم ضربوا ديك سبسكرايب بطن وكدا وهادي وتشوفوا فيديو اخر بيك اب الايمن
وكيفاش داكشي ديال الكدا وادي واش بغيتي يداو لك حقك ويدوك كامل ولا شنو؟ حذاري من الدراري، وي تشوبي تشوب بيس.